خطا والله تندمون عليه حياتهم كلها وتفتهمون قصدي ما ارد احكيها بعد. والله والله اللي يطي بالعطلة بتموز بتموز اللي ينطي درس ويسوي دورة تدريبية للطلاب مجانا ما يتقاعس انه يروح يفتح مدرسته ويقعد المدرسة. احسن. باقي المعلمين اللي مسافر واللي عنده شغل ومعلمين يسوون دورات شو وقت عارف القلق اللي بداخلكم اخوان راتبنا محفوظ الدستور كافر والوطن يستاهل تضحياته هواي يستاهل اذا مو المعلم يضحي من يضحي شو قبلنا عمرنا تضحيه بتضحيه ايش بقى بي العمر تقولون ايش بقى بي والله ما بقى بي شيء نبقى اضراب 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 الى ان تتحقق مطالبنا كامله. يمكرون ويمكر الله.